تعالى حبيبي. نشوف المنتخب عمل ايه. منتخب من الاول بقى، انا عارفك ما ظهرتش من ساعه ماتش المنتخب الاولاني من 4 ايام، ماتش بوركينا. ماتش بوركينا كان اول 5 6 7 دقائق تحس ان المنتخب بيقدم كوره حلوه، جولين في 10 دقائق تقول انت هتكسب ماتش ده 5 6 مستريح. ايه رايك فيه؟ ايه اللي حصل في الماتش ده؟ انا بالنسبه لي الروح والمسؤوليه وكل المعنويات اللي كابتن حسام ضافها للعيبه مع الجمهور الحقيقي المصري اللي حضر بالمجموعه دي كلها، بصراحه ادى انه خلى اللعيبه عندهم الاحساس وماتش مهم هيديني نسبه كبيره قوي 80% تلعب، خلاص تلعب كاس عالم، انت فاهم؟ فالروح نفسها عندك المخزون الكافي ان انت من بدايه والحماس والشغف انت تضغط، وده كان موجود ايفن لو انت عملت خطه مختلفه شويه عن الطبيعي. الكره المصريه بتلعبها من فتره بس لحد ما انت اديت 25 دقيقه بشكل كويس وطبيعي. طبيعي يا مينا. طب انا عايز اقطعك، ممكن اقطعك عشان يمكن دلوقتي مباراه بوركينا فاسو وسيراليون انتهت في صالحنا. قبل الفاصل كنت بقول يا رب يتعادلوا. المباراه خلصت، يبقى كده ترتيب المجموعه الى الان. مصر في المركز الاول من 4 مباريات 10 نقاط. المركز الثاني غينيا بيساو من 4 مباريات 6 نقاط، فرق 4 نقط. بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثالث والرابع ب5 نقاط لكل منهما، واثيوبيا 3 نقاط وجيبوتي نقطه واحده. كده 10 6 5 و5، يبقى كده ان المباراه خلصت ما بين بوركينا وسيراليون 2-2. يعني يعتبر صالح. الوضع زي ما هو خلاص، انت ولا كانك اتعادل. التعادل النهارده كأنه مكسب عادي طبعا طبيعي خلاص بنسبه الحسابات، عشان بوركينا هي المنافس الرئيسي ليك. بس دلوقتي على ورق القلم بقت غينيا بيساو هي اللي مع احترام الامكانيات غينيا بيساو منتخب مصر فرق شاسع ما بينه وما بين الناس دي كلها، بس بضغوطات ومع برضه ان الكابتن مطالب ان هو شويه يغير من دم الناس اللي موجوده دي، يتغير يعني يتغير اجيال جديده. بمعنى إيه؟ لازم بجد لازم يا مينا في ناس تخش جوه المنتخب، ناس جديده تغير من يبقى لها مستقبل يتلعب في كاس العالم. في ناس كتير قوي من اللي موجودين مش هيبقى موجود في كاس العالم.